الحمد لله اليوم وين؟ الحمد لله الحمد لله. شوف يا شكلها خويا بخير لاباس؟ الحمد لله بخير. راك انت الحمد لله شويه العيوك. الحمد لله الحمد لله نشكره. ماشي كي الحمد لله شويه الحمد لله. اول حاجه شي كلمه على ريان واه مازال خويا ما شد التليفون، ما قبل التليفون شرا قربوا له ولكن مازال ما شد التليفون لا والو. ونتمنى يكون بخير ولا خير، ونبنت المغاربه المحبه اللي عندنا بيناتنا، وبنت حنا واحد البلاد فيها واحد الناس ما شاء الله ما شاء الله داكشي داروا كل شيء. مسكين اللي عنده عوان اللي ما عندوش عوان، هذا هو المحبه اللي خصنا نبيدو بينو بيناتنا. ونتمنى ان شاء الله يبقاو في الناس هكا وزيدوا قدام، ماشي غير نبينو في هذا الشيء، نبينو في اي حوايج محبة بيناتنا. ونتمنى ان شاء الله نكونوا بيناتنا غير مجموعين ان شاء الله. سفيان نرجع فيك الدور كاس افريقيا، كيف تقيمون اداء النخبة الوطنية في الكان 2022؟ نقول لك الصراحة الصراحة والله ما استوعبتيش. مازال الان باش نضحك باش هادي والو، حيت كان الماتش ديالنا كنا رابحين 1-0، وكيفاش خسرناه كيفاش خسرنا الماتش ضربني بزاف الحال. اش وقع بالضبط في الماتش ديال مساء؟ شو وقع بالضبط؟ الصراحه عندهم لاعب واحد مصاب محمد صلاح، كل ما بين البوتنسيال ديالو هو اللي ربح الماتش الصراحه. ما داروا والو، ضيعوا غير الوقت، طيحوا الارض، لعبنا الماتش زوين، ولكن هذه هي كره. ولكن مازال الان نقول لك الصراحه، الان الى مر الماتش كنا لا شاء ما داكشي ما تعشيناش، كون الدراري مساكن كاملين، كل واحد كاين اللي تيبكي، كاين اللي حيت كنا عندنا واحد الجروب زوين، كان عندنا واحد الكونفيونس بيناتنا نوصلوا بعيد، ولكن هذه كره. ونتمنى ان شاء الله في المستقبل كملنا الجروب اللي بيناتنا ونوصلوا بعيد ان شاء الله. التحاميات ديال المصريين هي اللي نفعتهم باش يغلبوا المغاربه. انا وك اخويا اللي التحامي ديال الكره، ماشي يعني انا اخويا نفهم صلاح صلاح هو اللي نفهم في بجوج البيوت، البيت الاول طاحت له كره طاحت له في رجله، البيت الثاني كيفاش وصل اللي باش تاع الباس، هو اللي ربح الماتش الصراحه. شو وقع في الفيسيار؟